سبيل حبيبي، شنطتي صاروا جاهزين. أنا جهزت لك شنطتك، بس شوف إذا في أي شيء ناقص كمان، لأنه بحياتي ما ضبيت لحدا شنطة سفر. حبيبتي سيبيل، أنا بدي أحكي معك بموضوع مهم. شو الموضوع؟ أنا طلبت منك شيء كتير صعب حبيبتي، وأنتي فهمتي وتقبلتي، وأنا ما فيني كافيكي على هذا الشيء أبداً، صدقيني. إرهان، شو صاير؟ أحكي. عمي برهان قال إنه جاي على باله يروح على جبال كاز كم يوم، وقال إنه ممكن ما يشوفها مرة تانية، وأصر علي وأنا ما قدرت أرفض. يعني سفرتنا التغت؟ لا ما التغت، بس رح نأجلها شيء أسبوع. بوعدك. أنا عن جد مليت إرهان، مليت من إليف ومن بابا برهان تبعك. هلأ حضرتك رايح إجازة مع الست إليف لتنبسطوا سوا؟ خدوا غرفة واحدة كمان. لا تقولي هيك، من وين إجا هذا الحكي؟ من وين إجا؟ أنتوا كنتوا قاعدين وماسكين إيدين بعضكم، شو فاكريني عمية ولا هبلة؟ استني شوي، أنت فهمتي غلط سبيل، كل هاد كرمال بابا برهان. حاجتك بقى تتحجج ببابا برهان تبعك على كل شغلة بتعملها ماشي؟ أنا ما عم بتحجج، هذا يلي صار. انت معجب فيها ما هيك؟ ورح ترجع لها لإليف هلأ؟ سبيل أنا ماني معجب فيها وما بدي أرجع لها، ما في شي من هذا الحكي أبداً صدقيني. انت عم تكذب علي، خلص بقى بكفي. ليكي سبيل؟ سبيل حبيبتي. السيد برهان ما لازم ينزعج، ما لازم يتأثر بشي، بس ما حدا بيهتم بمشاعر سبيل، أو شو بده مو هيك؟ شو قصدك ما حدا بيهتم؟ أنت هيك عم تظلميني. هلأ أنا عم بظلمك؟ أنا خلص مليت، تعبت من وجود إليف بحياتنا، أنا ما عم بقدر عيش علاقتنا بشكل منيح. أصلاً نحن ليش تزوجنا؟ نحن تزوجنا كرمال هيك؟ إذا بتتذكر أنا قلت لك أنت بتعرفني منيح صح؟ تعرف كل شي عني. بس في شي كتير مهم وأنا ما قلت لك إياه، وأنا كنت مترددة إني أحكي ولا لا من قبل. إذا أنت حابة تحكي لي فأنا رح أسمعك سبيل، يعني أنت بتعرفي هالشي منيح. كان عندي حبيب لما كنت بالجامعة، جونييت. كنا منحب بعض كتير وضلينا مع بعض لمدة سنتين تقريباً، وخططنا لمستقبلنا كله مع بعض، كنا رح نتزوج. بعدين إجا لعندي وقال لي إنه قابل حبيبته القديمة وإنه مكركب، وقال إنه لسه عنده مشاعر تجاهها، فتركني وقتها وتزوجوا بعد شهرين، تركني ببساطة. وانتي هلأ عم تفكري إني أنا رح أعمل مثل ما هو عمل فيكي ما هيك؟ أنا ماني مثله سبيل، وما ممكن أبداً إني خليكي تعيشي معي نفس التجربة. بوعدك، بوعدك يا روحي. شو قالت الدكتورة وكيف حاسة حالك هلا؟ عطتني إبرة مسكن، حاسة حالي منيحة شوي. طيب يا ترى شو سبب هذا الوجع؟ ما قالت لك الدكتورة؟ والله ما بعرف، هلأ رح تجي وبظن رح تخبرنا. إليف أنت كتير متوترة، أنت مالك على بعضك من أول ما مرض أبوكي، على ما أظن هذا الشيء بتعلق بالتوتر كمان، مزبوط؟ ها؟ يمكن، ما بعرف. يا حبيبتي أنت بكل أحوال بترتاح منيح هلأ تمام؟ إجت الدكتورة. دكتورة؟ أنسة إليف؟ للأسف عندي أخبار سيئة،
في مشكلة صارت معك بسبب إجهاض الجنين عن جديد. شو؟ ما فهمت. عفوا؟ للأسف في التهاب برحمك، وهالالتهاب بنعتبره كتير خطير. فيكي تشرحي لي بطريقة أقدر أفهمها؟ شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنتي لازم تعملي عملية، بس من بعدها ومع الأسف ما رح تقدري إنك تجيبي ولاد يا بنتي. شو قالت؟ شو؟ تونجاي؟ شو قالت هلأ دكتورة؟ شو قالت تونجاي؟ أنا ما عاد أقدر أجيب ولادك لعمري. طيب 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 تونجاي، هي المرة شو عم تحكي مشان الله؟ طيب روحي. تونجاي لا، هذا ما إنه عدل. مو مضطرين نروح شهر عسل. وين ما بتكوني بكون مبسوط معك، صدقيني. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. هاي إليف ما؟ شو ما بدك ترد؟ بس أنا وعدت عمي برهان ونحن رح نروح اليوم سبيل، لهيك هي على الأغلب عم تتصل، ما بعرف. تمام. نعم إليف، فيني أحكي مع إرهان؟ حالياً ما له فاضي، شو بدك منه؟ طيب فيك تقولي له يحكي معي بس صار فاضي، لأنه في شي بدي أحكيه معه مني إله. بس إرهان اليوم ما رح يكون فاضي نهائياً، فما رح تقدري تحكي، لأن أنا وزوجي محتاجين وقت لحالنا شوي، نحن عرسان جداد بتعرفي. طيب سيبيل. عملتي لي مخططات يا سيبيل؟ إذا إرهان ما رح يجي لعندي فأنا رح روح لعنده. شو صار؟ ما قالت لك؟ هي اليوم ما رح تزعجنا حبيبتي. ليكي أنا فهمانك كتير منيح، فهمانك لأنك كنتي هنيك. أنتي غيراني علي وهذا شي طبيعي، بس نحن لازم نستمر بهي اللعبة لفترة كتير قصيرة. خليكي متفهمي شوي، بترجاكي. بدي إياكي تتفهمي شوي، بترجاكي. طيب فهمت، فهمت عليك. بس شو ما قلت هلأ ما رح يتغير شي، أنا غيراني عليك وهذا حقي، ما هيك؟ لأني بحب زوجي وبدي خلي إليف تعرف حدودها بقى، لأني إذا أنا ما عملت هيك فهي رح تزيدها كتير. بعدين أنا ما بدي حدا يشاركني بزوجي اليوم. معناها لازم زوجك يحضر لك الفطور اليوم بإيدي التنتين، ماشي؟ وفطور غير شكل كمان. طبعاً ما عندي مانع. ايه معناها حبيبتي بدي منك تخفي البيض، انا عندي شغله صغيره كتير، شوي وبلحقك ماشي؟ ثلاث بيضات لإلي وتنتين إلك. شو عم تعملي حبيبتي؟ وين كنت؟ شو هاد جايب لي ورد كمان؟ لانك بتستاهلي، لهيك انا رحت. ولسه رح اشتري لك ورد كتير، ورح رش الورد بطريقك، عم تفهمي سيبيل كورسلان؟ وهلا مين اشطر واحد بالحركات الرومانسيه؟ طبعا انا. شو حرقتي البيض؟ لا ما حرقته. معناها صار جاهز. صار جاهز، عم بمزح مع طرف. بس الطرف شوي محروق. صباح الخير.
صباح النور استاذ تيمور، انا بعثت لك التصاميم اللي طلبتها امبارح بالايميل، وصلتك امبارح؟ هاي شفتها، يعطيك الف عافيه. انت شاطره كثير بشغلك، بتعرفي هالشي؟ شكرا كثير لك، وبصراحه عم بعمل اللي بقدر عليه وبس. وبصراحه انت يا حلوه كثير كمان. شو رايك نروح سوا اليوم نشرب قهوه ونحكي شوي؟ حابب نتعرف على بعض اكثر، شو قلتي؟ انا لازم روح، عندي شغل. ماشي شوفك. سيفال، شو صار لحتى لونك مخطوف هيك؟ صاير معك شيء؟ لا انسي بيقوم، انا بس مستعجله شوي لهيك. وين سيبيل؟ سيبيل خانو ما رح تجي، هي اتصلت فيني، والاستاذ ايرهان كمان ما رح يجي. معهم حق ما يجوا، هن عرسان جدد، خليهم يقضوا شويه وقت سوا. اكيد. ما بدك تساليني شو صار بخصوص قصه تيمور؟ ما انت دربتيني كثير وحطيتي استراتيجيات لحتى نلتقى، ما عندك فضول تعرفي سيفال؟ لا بالعكس انسي بيقوم، عندي فضول اكيد اعرف شو صار. بس مثل ما قلت لك، الانسة سيبيل معنا هون ونحن مشغولين كثير، وانا مستعجله فلهيك بنحكي. ايه ماشي روحي، كانه ما في غيرك بالشركه عم يشتغل. إليف، انا عن جد كثير كثير اسفه، بعرف وضعك كثير منيح، لهيك ما بدي اياك تتضايقي لحتى يصير الوضع مناسب ولحتى يتحسن السيد برهان كمان. انا بوعدك اني ما رح ازعجك ابنه. عن جد يعني؟ شكراً كثير إلك. العفو، بس أنت لا تزعلي. إيه؟ ومين اللي قال إني زعلانة؟ كيف يعني؟ قلتي ما رح تكوني أم بحياتك؟ قلت، بس مين مسؤول عن هالشي؟ أنت. بس لا تقلقي، رح تنالي جزائك. إليف انتي اكيد عم تمزحي مو؟ انتي بهذا الوضع ولسه عم تدوري على الانتقام؟ هي هلا ايامك الحلوه سيبيل، ما في شي رح يخفف الم انتقامي منك ابدا، ورح خليكي تعيشي كل شي خليتيني مر فيه. لا تاكلي هم. شو صار؟ شو قالت إليف؟ قولي. إليف لهلأ بدها تنتقم، بس لو سمعت شو قالت لي. أي انتقام سبيل؟ أنت هلأ شفتي حالتها كيف؟ أنا زعلانة كتير على إليف، لأنه هذا كان أكبر حلم بحياة إليف، إنه يكون عندها عيلة وجيب ولد، فهمتي علي؟ مو أكتر. وأنا كمان إيرهان عشت الوجع كله، كان قدامي 3 شهور وهلأ أقل، بس أنت ما زعلت علي كل هالقد. حبيبتي بترجاكي لا تعملي هيك، انت دائما بتفهميني غلط، لو سمحتي. ما بدي اتجادل بالموضوع اكثر من هيك، انا رايحه على الشركه وانت لازم تجي معي كمان. يلا. اي مفاجاه؟ ما عم افهم. ها هلا فهمت. تمام شكرا كثير، يلا جايه على الشركه. صباح الخير. صباح النور. شو عم تعمل هون أردا؟ الست بيقوم قالت لي إني أعمل مبادرة حلوة، فوصلتها وإجيت لعندك. شو رأيك نفطر سوا؟ صحيح أنا بنت المدير، بس كمان عندي مسؤوليات كتير. هيك لكان؟ بس أنا مو شايف هيك. والله وليش بقى؟ لأنه الشغل صار له ساعة مبلش يا مديرة. كل الأحوال شو رأيك نساويهم ساعتين وخلينا نفطر فطور مرتب؟ ممكن؟ بس أنا فطرت من شوي، بس بشرب قهوة وأنت كل شغلة على السريع. إيه ماشي. وأنا رح أشرب شاي. طيب خلينا.
صباح الخير يا روح قلبي. صباح النور. شو الأخبار؟ أنت منيحة اليوم؟ عم حاول أني يكون منيحة عقد ما بقدر. راح تكوني بخير. جوعانة؟ خلينا نفطر، شو رأيك؟ لا ما كتير مشتهية، ما بدي أكل. طيب خلينا ناكل شيء. ما بدي أكل، بنوم. إليف لا تعملي هيك، مشانك أنا فهمان عليك، بس ما تتركي حالك هيك، أنت لازم تمسكي حالك، بترجاكي. تونجاي أنا ما رح أقدر جيب ولد بقى، أنت مستوعب هالشي؟ طيب أنا آسف، يمكن أنا فهمانك بهي الفترة، بس لا تقلقي أنا رح أبقى معك طول العمر للأبد. وبعدين نسيتي، بيركاي موجود، قصدي يعني أنت مثل أمه الثانية. بيركاي وأنت وأنا في مستقبل حلو ناطرنا، مسكي بهالإشياء لو سمحتي. طيب ممكن نسكر الموضوع؟ لو سمحت. طيب أنا آسف، معك حق. تونجاي ليك أنا بعرف إنه نيتك طيبة ماشي، بس هذا الموضوع مختلف تماماً ومانو شي أنت قدران تفهمه، شي كتير مختلف عن جد بيوجع. لو سمحت خلينا ما نحكي فيه، لو سمحت. طيب بعتذر، تمام؟ آسف. أنا عم دور على أوتيل، بدنا ناخد أبي. لازم أحكي مع إيران. يعني لازم تحكي مع إرهان هلأ؟ يعني نحن رح نقعد مع بعض شي نص ساعة بس، ما فينك تحكي بوقت تاني؟ بدي أكد عليه يجي، أبي كتير كان متحمس ورح يزعل إذا ما رحنا. طيب ماشي. إرهان أنا شفت كم أوتيل، إذا بعتلك ياهم بتشوف. إيه طيب أبعتيهم. رح يتضايق أبي إذا قلت له ما فينا نروح. لا لا أنتي ما تقلقي، خلص رح نأمن الحجز اليوم، لا تقلقي أنا بتصرف. شكراً إلها. حليت الموضوع؟ حليته كتير منيح. صباح الخير. صباح النور ست سيبيل، أنتِ على الأساس مالك جاي؟ غير جدول أعمالي. أنا لغيت كل مواعيدك لليوم، بس فيني نظمهم كلهم إذا بتحبي. لا ما في داعي، ما ضل وقت كتير على الحملة الدعائية بألمانيا، بدي ركز على الموضوع. مثل ما بدك. وينه السيد تيمور؟ سيفال أنتِ منيحة؟ إيه منيحة منيحة ست سيبيل، على ما أظن السيد تيمور بغرفته. طيب تعالي على مكتبي، خلينا نرتب البرنامج. أكيد. انت روح تونجاي، انا جعبالي اتمشى شوي. تتمشي؟ طيب خلينا نتمشى سوا، رح يكون منيح لنا. تونجاي ليك انا حابة اكون لحالي شوي، لو سمحت لا تعمل هيك، لو سمحت. طيب إليف شو اعمل انا؟ انا بدي اكون معك، بدي ساعدك، ما عندي اي هدف تاني. طيب لا تكون مصر، فهم بقى لما بتحاوطني هيك بتخليني اتذكر كل شي عم حاول اني انساه. هذا مانو شي بيصلحه تعاطفك، انت ما عم تفهم. طيب ممكن تهدي شوي؟ خلص انا اسف، رح اعمل جهد اني اكون حذر اكتر. انا اسف ماشي. ليك انا كل
ما فكر باللي صار معي بيجي لحتى جنتون جاي. حتى اني احياناً بتمنى اني موت. شو لازم نعمل هلأ؟ ها؟ خلينا نروح نزت حالنا من فوق شي جسر. يلا خلينا نعمل هيك ونخلص. هلأ هذا هو الحل؟ ها؟ هيك رح نقضي عمرنا إليف؟ ما لازم نفتح صفحة جديدة بقى؟ أنت لازم تنسي الماضي، لازم تركزي على المستقبل، ما عنا خيار تاني. كيف بدنا نعمل هيك؟ قليلي إليف كيف؟ جاوبيني. أصلاً ماني قدرانة تونجاي، ماني قدرانة أفتح صفحة جديدة. قبل ما أفتح صفحة جديدة لازم أنتقم من الناس اللي خلوني عيش هذا الوجع، عم تفهم؟ عم تقول انتقام؟ أنت مفكرة أنه فيك تحلي شي بالانتقام إليف؟ ها؟ ما فينك تحلي شي بالانتقام إليف، ماشي؟ أنا فكرت أنه الماضي صار ورانا. شو بدنا نرجع من أول وجديد إليف؟ بدك ترجع على البداية؟ أنا ما عاد بدي تونجاي، وأصلاً العلاقة ما عم تنجح، وأنا ما بدي حدا يكون معي هلأ. أنا صدقتك على فكرة، أنت وعدتيني وأنا قدمتك لأهلي على أساس إنك خطيبتي. أنت قلتيلي إنه رح نتزوج، وهلأ عم تقليلي إنه بدك تكوني لحالك إليف، ها؟ أنت لساتك ما عم تفهمني. الموضوع ما بيتعلق أبداً بوعودي لإلك أو نحن نكون سوا تونجاي. أنت بتعرف شو بيعني بالنسبة لمرأة أنها ما تقدر تجيب ولد؟ أنا ما رح أقدر إني أكون أم تونجاي، ما رح يصير عندي ولد. أنت بتعرف شو يعني ما أكون أم؟ أنا فهمان عليكي وعم حاول إني أفهم، بس هذا اللي طالع بإيدي. أنا ما بعرف كيف بدي نسيك هي القصة، ما بعرف. ها؟ احكي لي أنت كيف؟ شو ما بدك قول تونجاي، بس أنا رح أنتقم من سيبيل. شو مناسبة هذا الحديث هلأ؟ باين بابا عنده خطاب مرتب. كيف يعني شو مناسبة هالحديث؟ هو بس بده يحكي مع صهره، ما في داعي للتوتر. ليكي يا اختي، فيني اسألك سؤال؟ شو اللي خلاكي تفتحي هذا الموضوع وتقولي لبابا انه رايحين اجازة سوا؟ انا عصبت كتير ولهيك حكيت. بنتي سيبيل اسمعيني منيح. ليكي انا بحبه لإرهان كتير، وهو عن جد شخص محترم، بس هو لازم يبعد عن عيلة البنت هلا. ايه ماما معك حق، بعرف، بس كمان ما فيني اجبره على هالشي، ومبسوطة بمساعدته إلهم. هالشي عم يخليني حبه أكتر، وبنفس الوقت عم عصب كتير من هاي القصة. يعني هالحب هو نتيجة عدم التوازن. ليك هي شبك صهري، ليش متوتر؟ ما رح أعطيك نصيحة كبيرة، بس رح شاركك بتجربتي بالحياة. ليك، كتير مهم إنه الشخص يقضي وقت مع أبوه. لازم الأب يكون جنب ابنه، ما هيك؟ صحيح؟ لحتى يشعر بحبه وثقته. الأب لازم يكون مثل الجبل، ولازم الولد دائماً يعرف إنه أبوه سانده بقوة مثل الجبل. أولادي بيعرفوا هذا الشيء. بس أنت... أنا؟ أنت ما بتعرف. علاقتك بأبوك معروفة. طاهر بيك، حكينا بهذا الموضوع من قبل، وبظن ما في داعي نحكي مرة تانية، مزبوط؟ بس في ناس ما بتتعلم من أول مرة، ولازم نعدل ذات الكلام. ليك، أنا دائماً كنت عم اشتغل لمصلحة أولادي. بعرف ما لازم أحكي هالحكي، بس هي الحقيقة. أنا دائماً اشتغلت لمصلحة أولادي، وحاولت وجربت كتير وتعلمت من أخطائي. شفت اللي صار؟ انكسرت مجرد ما تعرضت للضغط. ولازم تعرف إنه هيك البشر كمان. وشو مناسبة هذا الحكي طاهر بيك؟ شو ما فيني أحكي كلمتين مع صهري؟ اعتبرني مثل أبوك. ليك ابني، علاقتنا بالبداية ما كانت كتير كويسة، بس أنت ببساطة قدرت ترضيني بشجاعتك وذكائك، مو؟
بس إياك تفكر إنه أنا ما فيني أكسرك إذا بدي. بدي أقول لك كلمتين. أولاً، أنت هلأ صهر عيلة كور أصلاً وبدك تتعلم تعيش حياتك على هالأساس. أنت بتمثل كنية كور أصلاً. ثانياً، أنت بكل حياتك ما رح تكون كور أصلاً حقيقي، سواء مثلت كور أصلاً أو تزوجت سبيل. طاهر بيك، أنا ما بدي هيك شيء. يعني أنا ما تزوجت سبيل لأنها غنية ولحتى تصير حياتي أسهل. أنا تزوجت سبيل بس لأني بحبها. ماشي؟ اطمن. يعني ما عندك مشكلة إنك تكون إيرهان الفقير اللي إجا من شوارع بورصة بعد ما أبوه تركه تتصارح مع هالحقيقة وتتقبلها لحتى تموت؟ لا لا، أنا بحب كنيتي كتير، ما عندي أي مشكلة أبدا. فرحتني كتير بهالحكي، ولو غير هيك ما كنت رح خليك تعيش حياتك مثل ما بدك بعد زواجك من بنتي وتكون جزء من هالعيلة. طاهر بيك، بعد إذنك أنا لازم أمشي هلأ، الوقت تأخر وصار لازم نمشي أنا ومرتي. خلينا نطلع. شو صار صهري؟ تهيأت شي من سماع النصيحة؟ لا استغفر الله، بس أنت عم تحاكيني هذا الحكي لحتى تورجيني قوتك. اطمن، أنا فهمت. مثل ما بدك. تفضل. شو حكى بابا؟ بس إن شاء الله ما يكون ضايقك. لا حبيبتي، هو ما ضايقني أبداً، بس شرح لي بكل احترام كيف ممكن يكون صهر لعيلة كور أصلاً، مو أكتر. هو نيته منيحة، عمل هالشي بس لأنه شاف في توتر جوا لهيك. سبيل علاقتنا متوترة هي الفترة، وقلت لك ما لازم نبين لهم هذا الشي، وبسببك هن عرفوا كل شي. وأبوكي أخذني لفوق ودخلني على غرفته وهو حاول يهددني بشكل غير مباشر وعلمني كيف لازم يكون صهر مناسب لعائلة كور أصلان. بتحبي إني كمل ولا هيك خلص بكفي؟ وصار الحق علي هلأ مو هيك؟ اللي الحق علي؟ لو ما أنك رايح إجازة مع خطيبتك السابقة ما كان صار هذا الشيء ولا نحكى هالحكي، ما هيك؟ نحن ما عنا شيء تاني نحكي فيه سبيل؟ لازم دائماً نلف ونرجع لهذا الحديث؟ إيه لازم، لأني مو قدرانة أتجاوز هالشي، وشو ما حاولت تقلي ما رح أتقبل هذا الوضع. حبيبتي بترجاكي فهميني، أنا ما عندي خيار تاني أبداً. أنا لازم كون مع عمي برهان لأنه هو الزلم الوحيد يلي بعتبره مثل أبي. بترجاكي فهميني. شو عم تعمل هون من الصبح؟ صباح الخير. لو الموضوع بإيدي كنت رح إجي أبكر من هيك. أنا ما عاد قدرت أتحمل أكتر سبيل. أنا عن جد ماني متحمل. شو اللي مو متحمله؟ شو اللي مو متحمله؟ أنت عم تعملي حالك ما بتعرفي عن أي شيء أبداً، وكأنك شخص ما دخله بهي القصة ولا بتعنيكي. اللي أنا ماني متحمله لعبة إليف وإيرهان. بس صارلن عم يلعبوا هاللعبة من زمان، فشو اللي خلاك تعصب هلأ؟ لأنه بعد هاي اللعبة إليف صارت شخص تاني تماماً. يعني اللي ما عم بقدر أفهمه، أنا بقدم خطوة وهي بترجع خطوتين. بدي بعد بس أنا خايف أني أخسرها وما بعرف شو بدي أعمل معاها، عرفتي؟
تون جاي هالشي واضح من البداية إنه هاي البنت يعني هي ما رح تحبك مثل ما بدك. حط هالشي براسك وحاجة تعذب حالك. شكراً سيبيل على هالكلام الحلو اللي عم يطلع من تمك. شكراً إلك. وإنت وإرهان شو الوضع دخلك؟ علاقتنا متوترة كتير. كل ما نكون مبسوطين إليف تظهر هيك فجأة وبتعملنا مشاكل وبتقلب حياتنا. خلص بكفي بقى، زبطي أمورك حتى نروح. لوين بدنا نروح؟ لازم نروح على الأوتيل نحنا. لا أنا ما رح روح لمحل، وأصلاً ما منعرف بأي أوتيل هن. أنا اللي بعرف وين هنن لأنه إرهان عمل حجز من الشركة ولقيت كل شي معي. كل شي، طمني بقى. يلا حركي. تون جاي أنت مجنون شي؟ إيه أنا مجنون سيبيل، وشايف إنه نحنا كلياتنا مجانين. كلنا مجانين، يمكن عائلتنا كلها مجانين، هيك شايف. ما عم أفهم بس ماني قدران أتحمل. يلا قومي لضعي وقت مشان الله. لا أنا ما رح روح لمحل، عن جد ما رح روح. شو بدنا نقلن إذا رحنا؟ خلينا بس نروح رح نرتاح كتير سيبيل. شبكي فكري بالموضوع شوي. يلا سيبيل. أنا رح جهز حالي بس لروح على الشركة. ماشي سيبيل، ما فينا نروح على الشركة هيك وما رح نفكر منيح ونحن بهذا الوضع. قومي جهزي لي حالك بسرعة. يلا بعطيني هالقهوة من إيدك. قلت لك ما رح روح لمحل. سيبيل ممكن تجهزي لي حالك؟ يلا رح نروح ونلاقيهم على السريع. يلا حبيبي يلا. منيح طلعنا بكير، وصلنا بوقت مناسب وماني تعبان ابدا. شوفوا هالجو شو حلو ورايق، بجنن، ما هيك؟ وطبعا كل الفضل بهذا الشيء بيعود لخطيبي، هو اللي جابنا لهون. والفطور؟ شبك ابني؟ ليش ما عم تاكل شيء؟ انت سئت طول الطريق. لا تقلق عمي انا عم باكل. صبي شاي لخطيبك بنتي، ليك كاسته فضيت. اعطيني عنك. لو انه اجى اردا كنا انبسطنا اكثر. بابا اردا عنده شغل، بعدين رح نجي لهون مره ثانيه. مو ارهان عمي هون في كتير محلات حلوه للتمشاي بين الشجر والخضار، رح تفيدك. تتمشى؟ رح نتمشى بعد الفطور. ايمت رح نبلش؟ عمليا رح نبلش شغل اول ما يوصل كازانوفا. الكل هون رح يستنى تعليماتي. انتو بتعرفوا شو رح تعملوا مو؟ ايه انا متذكره بس ما بعرف كيف بدي نفذ. مو حابه ابدا اقرب من هالزلمه. سيفال صدقيني كلنا عنا نفس المشاعر، وانا رح اعمل في شيء اقسى من هيك بكتير. هلا لازم نلتزم بالخطه نحنا. هي معها حق، لازم تفكري بكل النساء اللي وقعن ورح يوقعن هالقذر. يا سيفال ماشي رح نفذ. سيفال انت اللي رح تفتتحي وتبلشي بهي اللعبه تبعنا، صار وقت جايته. يلا خلينا نقوم. يلا. ما عم ترد على الموبايل، ما عم ترد، رح جن. على الاقل لازم تخبرني انه وصلوا. شو فكرتني صنم؟ كان لازم تخبرني. تون جاي سكوت بقى، انت عم توترني. شو صار لك هلا؟ شو بك؟ وانت كمان عم توتريني سبيل بهذا الهدوء تبعك. دائما بتحكي حكي فاضي هيك. شو هالاكتشاف؟ مثل الاولاد الصغار. لازم نترك الشغل ونروح نفاجئهم. صار له مخطوبين سنين وانا عم فكر بشغلات سيئه ونيتي عاطله، مو قادر اتنفس. شو اعمل طيب؟ لا عاد تفكر بهيك شغلات. بعدين انت ليش اجيت بسيارتي؟ منروح مع بعض، ليش حتى نروح بسيارتين كانه موكب؟ غريبه انت. اذا بدك تضل عم تعمل هيك رح اتركك بنص الطريق. خلص تمام رح اسكت. انت رايحه على الشركه؟ ايه رايحين على الشركه. لك مو رايحين على الشركه سيبيل. رح ابعث لك الموقع يلا، ورح افتحه قدامك شوفي. بابا امشي على مهلك، واذا حسيت بالتعب قلي. لا تقلقي علي حبيبتي، ليك الجو ما احلاه، بيرجع فيه الواحد لشبابه. ايه والله. ليك ارهان اسمع، بعد ما تتزوجوا خلينا نبيع البيت ونستقر هون، شو رايك؟ هي صعبه كثير عمي. وين الصعوبه؟ فينا نفتح دكان صغير ونحاول نزرع خضرتنا وفواكهنا، ورح نعيش حياه حلوه كثير. مو كنت تقول هذا حلمك؟ عمي أنا رح أحكي تليفون شغل ضروري ورح ألحقكم. ماشي بعدين. ماشي ماشي بس ما في تغطية هون، خلص بتحكي بعدين. إرهان عن جد شكراً كتير إلك. ليك شوف بابا شو مبسوط. إليف أنت شو عم تعملي؟ شو عم أعمل؟ أنت بتعرفي
إنه نحن لازم نجهز عمي برهان شوي شوي لنقول له الحقيقة، بس أنت هلأ عم تتصرفي كأنه نحن عن جد مرتبطين وأسعد اثنين مرتبطين بالعالم كله ياتو، ما هيك؟ لا تخاف إرهان، أنا عم أعمل هيك بس لحتى أكون مقتنعة. إليف رجاء يعني... لهون وبس، بس نرجع لازم نخبر عمي برهان فوراً بكل شي، فهمتي؟ تمام، بوعدك نخبره. ماشي، يلا. لما منرجع ما رح نضطر نقول شي، لأنه كله رح ينحل هون. صباح الخير. صباح النور، اتفقنا نشرب قهوة سوا، بتحب نشربها هلأ؟ قلت ما لازم نطول أكتر من هيك. أي طبعاً، أنا دايماً جاهز. صباح الخير. صباح النور. شو رأيك نقعد على التراس سوا؟ أي موافق. حبيبتي ممكن تطلبي لنا قهوة؟ المرحلة الأولى كانت ناجحة كتير. تعرفوا حلال على بيجوم أدت هالدور بشكل متقن وهي عبالة تخنقه. سيفال برافو عليكي، بس بصراحة لازم تكوني واقعية أكتر شوي بالجولة الثانية. أوف تانسيل أوف، أنا أصلاً متوترة، لا توترني أكتر. لا تتوتري، خاش تحكوا تعالوا. صباح الخير أردا، كيفك؟ صباح النور. أنت منيح؟ تمام، وأنت؟ منيح. في شي أخبار عن أختك؟ اتصلت فيها؟ ليش أنت ما اتصلت فيها يعني؟ صحي ما فيك، لأنه هيك ممكن تنكشف كذبتكم، مو؟ ما ردت علي، أكيد هلأ بيكونوا مشغولين. دون جاي أنا معصب منك، بس بتعرف أني بفهمك، بعرف أنك بتحبها لأختي عن جد، بس دير بالك أنه تزعل بالنهاية. أكثر من هيك ما رح أزعل. شو هالجاكيت الحلوة؟ أنا لازم حذرك، صحيح أنه إرهام متزوج من وحدة تانية، بس دايماً في رابطة بتجمعه مع أختي، لا تدمر حالك. لما كانت سنين متزوجة وبعيدة عنك وفي مسافة كبيرة بينكن ما قدرت تبعد عنها. بس قصتنا مختلفة تماماً عن قصتكم. في شي هون ما عم يركب براسي، انسى. ايه تون جاي؟ دخلك اتصلتي بإرهان؟ ايمت آخر مرة حكيتي معه؟ الصبح. عن جد؟ طيب ماشي. إليف ما حكيت معه؟ لا ما حكيت، وما عم ترد على رسائلي ولا حتى على مكالماتي. اتصلي انت بإرهان. طيب ماشي، هلأ بتصل فيه أنا. أنا عرفان أنه رح يصير هيك. أنت عاندتيني وما كنت ترضي تروحي لهنيك، مزبوط؟ خلاص بقى تون شاي اهدى، أنا هلأ بتصل فيه. غريب، شو صار له التليفون؟ من شوي كان شغال؟ ما بعرف، بس أنا لما كنت عم أحكي مع أردا من شوي فصل فجأة. مو مشكلة، بشوفه بعدين. بس نحن ما طلبنا مشروب. حطوا ابني، أنا طلبته. عمي عمي مو منيح لصحتك. والدكتور قال ممنوع. لسه هيك قال الدكتور وهيك قال الدكتور. إذا عم تسمعوا نصيحته منيح، أنتوا ليش عم تزعجوني ها؟ يلا لشوف، أنا حابب إني أشرب مع بنتي ومع صهري. ليك أنا هلأ قلت صهري، بس أنت بتكون ابني. شكل التغطية اجت، ما بعرف كيف صار هيك فجأة. هذا أردا؟ خليني أحكي معه. لا بابا، هي رفيقتي، رح أحكي معه وأرجع بسرعة. نعم سيبيل. إليف، على ما أظن تليفون إرهان مغلق، ممكن تعطيني إياه؟ للأسف ما فيني، مانو فاضي. لو بده كان حكى معك. بس هو ما بده يحاكيكي، تمام؟ إليف عطيت تليفون لإرهان. شوفي، أنتِ ما بتوثقي بزوجك؟ عم تشكي فيه؟ أنتِ خايفة إنه يرجع لي مو؟ لازم تعرفي إنه ما رح يرجع لك. منشوف. يلعنك. Thank you.
جاي. جهز حالك، أنا جاي مشان نحكي ضروري. نحن عملنا معك صفقة يا طاهر، بس للأسف ما وفيت. أنت زعجتني وخربت علاقتي بابني، وطبعاً رح تدفع الثمن، كون متأكد. إسماعيل، طلع برا بيتي ولا تهددني، نحن ما ضل بيننا شيء. ما ضل؟ نسيت إنه لساتنا نساير؟ هالشي رح ينتهي بالمحكمة، وإلا... وإلا شو؟ أنت بدك تكشف سري؟ تماماً. روح أحكي مع ابنك وقل له ينهي الموضوع. ظفر صار بيعرف كل شيء طاهر. كيف يعني؟ قلت له اعترفت بكل شيء، مع الأسف هيك أنت ما ضل عندك أي شيء ضدنا، وفيك تروح تحكي لمين ما بدك. إسماعيل، أنت قلت لابنك بنفسك لا تحقد علي بدون سبب وترك عائلتي؟ لو ما أنت لحقت هذا السر كان كل شيء حيكون منيح، وهلأ ما ضل ولا أي سبب لحتى ظفر وسنيم يتطلقوا. قول لبنتك ترجع عبيتنا. هذا الشيء مستحيل يصير أبداً. طيب، بس أنا ماني مسؤول أبداً عن اللي رح يصير بعدين. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر، والقمر نور عيني عيني على موج البحر. يا ما حلى الفسحة يا عيني على موج البحر،
والقمر نور عيني عيني على موج على موج البحر. أنا رح وقف هي اللعبة. وين رح أسيبيه؟ استني شوي، استني استني. أنت ما سمعت شو قالت إليف على التليفون؟ إليف ما ممكن تعمل هيك، بعدين أنت ليش غيرتي رأيك؟ قلت لك نروح الصبح وما كنت ترضي. أنا متأكدة إنه هي عم تحاول تعمل كل شيء لترجعه. إليف عملت هذا الشيء بس لحتى تخليك تغاري. بعدين بابا برهان موجود معاهم. هذا الشيء ما وقفه من قبل، أنت ما بتعرفه منيح. إرهان بحبك أنت وبيعشقك. مالك شايفتيه للزلمة؟ هو بحبك إليك، ما بيعمل هيك شيء. صحيح ما قلت لك. اليوم بعتت تيمور على ألمانيا، بتعرف ليش؟ لأنه كان عم يتغزل ببيقوم وسيفال سوا. بيقوم؟ إيه بيقوم. ما كنت بعرف. وكلنا منعرف ماضيك، واللي عمله بابا بيوطي الراس أصلاً، ما هيك؟ أوه. طيب ماشي، مقبولة منك هالمرة، بس إيرهان شو دخله بهالشي؟ لأنه إيرهان ما بيفرق عنكم بشي، هذا قصدي. بتمنى أنك تكوني غلطانة، بتمنى أنك تكوني غلطانة سيبيل. أنت غلطانة مو؟ عن جد غريب. طيب يلا اهدي وتعالي معي سيبيل، بس لازم تسوي على مهلك بلا جنان. تمام تمام تمام، تسلم تسلم. تعال لك، تعال تعال وخلينا نقعد نحكي رجال لرجال. في شي عمي؟ لا لا ما في شي. اولا شكرا لك على كل شي عملته. لا عمي انت ما في داعي تشكرني ابدا. لا لا لا، شوفي على قد ما انا كنت اب لك، انت بالمقابل كنت ابن لالي. لا عمي اللي انت عملت لي اياه كان. انسى هلا، انسى انسى. اسمع، انا عصبت عليك وسبيت عليك من كل قلبي وسبيت عليك كثير بس كل هذا الشيء انتهى هلا، وانا فهمت بالنهايه انه العيله ما كانت مناسبه لك. بدي اقول لك شغلي، انا مو مطول كثير لحتى إليف واردا ما يتضايقوا. الحقيقه النوبه القلبيه خوفتني. عمي هي خلصت وانتهت وصارت بالماضي، انت هلا بخير ومنيح وان شاء الله رح تتحسن اكثر، كون متاكد. ان شاء الله، بس هيك الحياه، اذا اجى الوقت تقدير رب العالمين. ان شاء الله، بس لا تقول هيك. عمي انت منيح ماشي؟ تعرف شغله، انا كنت خاف من الموت. وليش كنت خاف؟ لانه اولادي كانوا صغار، وكنت خاف مين بده يدير باله عليهم من بعدي اذا صار لي شيء. بس هلا انا ماني خايف وليش حتى خاف؟ لانه انت هلا معهم واقف بظهرهم مثل الجبل، لهيك انا مرتاح. عمي بترجاك وعدني يا ابني انه اذا بيصير علي اي شيء ما رح تتركهم لوحدهم. عمي بترجاك انت عم تزعلني وتخوفني كثير بحكيك هذا، لا تقول هيك ماشي؟ انت منيح ورح تضل معنا على طول، لا تحكي هيك، انا ما فيني اتحمل هذا الكلام. وعدني، بدي منك توعدني انك رح تدير بالك على إليف واردا كثير منيح، وعدني يا ابني. تعي يا سيبيل كورسلان لنشوف إذا رح يعجبك اللي رح تشوفيه. إليف أنت منيحة؟ إيه بس حاسة دايخة شوي، شربتي كتير، ممكن توصلني؟ نحن لسه ما بلشنا شرب. وكأنك ما بتعرفني. خليني أطلب قهوة لحتى صحصحي شوي، وفي شغلة لازم أحكيها معك كمان. إرهان خليني روح على الغرفة، تعبانة بدي اتسطح، ومنحكي هنيك إذا بدك. طيب. يلا. أنت نامي و
وارتاحي هلا، وبكره الصبح منحكي ماشي؟ إرهان، أنت ما سألتني. شو بدي أسألك إليف؟ أنا بحياتي ما رح صير أم، وما سألتني إذا أنا منيحة. ما سألت حالك كيف رح تكون حالتي؟ أنت لهالدرجة بتكرهني؟ لهالدرجة ما بساوي شي عندك؟ إليف؟ تعرف أنا قديش كنت فرحانة؟ كان رح يجينا ولد ورح نعيش مبسوطين، كنا رح نصير أحلى عيلة. بس للأسف هديك الروحة على أنطاليا خربت علي كل شي. لو كان عندي شوية حظ، بس شوي، ما كنت رحت لهنيك ولا خليتك تروح. إليف، نحن هداك العرض سيبيل خربت كل شي. أنا ما حيصير عندي عيلة إرهان. أنت عندك عيلة كتير حلوة، عمي برهان معك وأردا كمان، عندك عيلة حلوة كتير، عرفي قيمتها. لا لا، أنا وحيدة كتير، أنا وحيدة كتير إرهان. إرهان، إليف، أنت شو عم تعملي؟ شو في؟ اللي عم يصير هون كرمال السيد برهان؟ سيبيل؟ نية زوجي كانت كتير منيحة، بس للأسف أثبتي لنا أنك شخص ما بنوثق فيه. إليف، أنا ماني قادر صدق. نسيتي أنك عملتي نفس الشيء بأنطاليا؟ إليف، أنت ليش ما بدك تفهمي؟ أنطاليا ما فرقتنا عن بعض، يلي عملتيه هو يلي فرقنا. ما صار شي بيني وبين سبيل بأنطاليا، وأنا قلت لك هذا الشي. بس لا عاد تلوميني، لأنه كل شي صار أنت عملتيه. هيك أنت بتقنعي حالك؟ وبهالطريقة فيكي تريحي ضميرك؟ ليكك ما قدرتي تتحملي وإجيتي من آخر الدنيا كرماله، وأنا كمان كنت مجبورة أني أترككم لحالكم بهداك الأوتيل بأنطاليا. إرهان، صدقني أنت ما فيك تكون سعيد مع هاي العيلة. إليف، أنا عن جد ما عم صدق يلي عم يصير. تونجاي، أنا عن جد آسفة كتير، أنا عن جد بعتذر. أنت دائماً كنت معي ولحد هاي اللحظة معي، بس أنا ما فيني ما عم بقدر، ما فيني بنوم. إرهان، لآخر مرة بترجاك تفكر بالموضوع للمرة الأخيرة. نحن عيلة. إليف، عيلتي هي سبيل. أنا بحبها لسبيل، لازم تتقبلي هذا الشيء. يلا خلينا نمشي من هون. بابا، نحن شو رح نقول له؟ انتو ما رح تكفوا بهاللعبة، ما هيك؟ لأنه حاجة بكفي، وأنا رايحة هلأ خبره كل شيء. سبيل، عمي برهان عارف كل شيء اليوم. شو؟ هو كيف عرف بالموضوع؟ شوفي ابني، ليش ما عم تحكي شيء؟ مانك قدران توعدني؟ عمي، أنا لازم أقول لك شيء مهم كتير. إيه اللي؟ عم اسمع. شبك، احكي، لا تخوفني. لا عمي، أنا يلي خايف، قصدي خايف إنك ما رح تتحمل يلي رح أقول لك إياه هلأ. ليك، إذا أنت ما رح تحكي هلأ شو في، أنا عن جد ما عاد رح أقدر أتحمل.
طيب عمي، الحقيقة أنا وإليف مالنا مع بعض. نحن ما قدرنا نخبرك لأنك كنت طالع من العملية، وحكينا مع الدكتور والدكتور قلنا ما نخليك تتوتر أو تتضايق، لهيك نحن خبينا عنك. عن جد عمي، أنا ما قدرت خبرك إنه أنا وإليف مالنا مع بعض. وأنتو قررتوا إنكم تضحكوا علي، مو هيك؟ لا مستحيل عمي، شو عم تحكي أنت؟ مشان الله لا تقول هذا الحكي. طلع من وشي، طلع طلع لبرا، يلا. أنا ما عندي ابن مثلك. ليك عمي بترجاك روح. ليك عمي بترجاك فهمني، أنا ما حبيت خبي عنك لأنه لو خبرتك بوقتها وصار معك جلطة مين رح يدفع الثمن؟ طلع طلع طلع. عمي سامحني، أنا كنت بتمنى لو ما صار هيك. الشيء اللي لازم أقول لك إياه كمان عمي إنه أنا ما طلقت سبيل، وأنا بحبها كتير كمان. هذا الشيء أنا كان لازم أقول لك إياه من زمان يا عمي. أنا ما كان بدي زعلك صدقني، بس قلبي اختارها لهي البنت. هو صار بيعرف بكل شيء هلا، وهيك بتنتهي هي اللعبة. سبيل ليش ما رحت معهم؟ يلا روح انت واتركني مثلهم، اتركني لحالي هون. الكل بيشوف اني سيئة، بس ما حدا بيسأل ليش صرت بهالوضع. أنا ما عم اسأل لأني قادر شوف السبب. أنا بدي أكون حدك. Yeniye dönük yüzü eski unutur gibi sanki hiç yaşanmamış gibi ne nankör kalbi kendime alışır gibiyim yeniden dolar yüreğim tutkuya boğulmuşum gibi ne sarhoş kalbi bu tokat yüzüme çarpa çarpa gerçeğe ayıldım ne senin ne benim İkimizin suçu yoktu anladım Hem uzak hem yakın içimdeki aşkın dengeyi kuramadım Giderken yüzümde sadece acı bir tebessüm bıraktı Yeniye dönük yüzüm eski Yaşanmamış gibi ne nankör kalbi Kendime alışır gibiyim Yeniden dolar yüreğim Tutkuya boğulmuşum gibi Ne sarhoş kalbi Thank you.
yüzüm eski unutur gibi sanki hiç yaşanmamış gibi ne nankör kalbim kendime alışır gibi yeniden dolar yüreğim tutkuya boğulmuşum gibi ne sarhoş kalbim